خلينا نعرف كيف نحن نحط باسورد ومشفرة. دخلنا على مستوى الكونفيجريشن، نرجع نقول له يوزر نيم ادمن، بدل باسورد بكتب سيكريت، كمان ادمن انتر. عم يعطيني ايرور، عم يقول لي انه انت في عندك يوزر نيم هو اسمه ادمن. لهيك انا بعمله بالبدايه نو لحتى انا احذف اليوزر نيم القديم تبعي، بقول له نو يوزر نيم ادمن باسورد، او يمكنني انا اقول له نو يوزر نيم ادمن، حذف فيها. هلا بزر السهم لفوق برجع بالتعليمات اللي انا كتبتها، يوزر نيم ادمن سكريت ادمن اخره. اذا بدنا نعمله شورن نرجع اكزت، شو رانينج كونفيجريشن، رح نلاحظ اليوزر نيم ادمن سكريت الباسورد طلعت عندي مشفرة، ما رح يقدر يعرف. طيب هلا انا بقدر حتى اني احط باسورد لمستوى الانيبل، يعني انا دخلت بدي ادخل بالانيبل من مستوى الانيبل احط له كمان باسورد بحيث ما حدا يقدر يدخل فاعدل عليها. نرجع للكونفجريشن ترمينال، بقول له فيني اخذ باسورد وفيني اخذ سكريت. نفس العملية، إذا أخذنا باسورد بشفرة، إذا أخذنا سكريت بشفرة، حتى نحن شوراً ما بنقدر نشوف. إنيبل سكريت إكزيت، رح نعمل شوراً الكونفجريشن، رح بنلاحظ الإنيبل سكريت هي الباسورد. خلينا نجرب نطلع من السويتش اللي عم تعمل مثل اكزيت، هي صرنا برا، بكبس انتر، حاول ادخل على الانابل، بيقول لي الباسورد اللي هي الادمن، حطه وادخل على الباسورد. بتمنى انه تطبقوا هي اللعبات عندكم على الباكت تريسر، جربوها في حال كان عندكم اي مشكله ترجعوا تراجعوني فيها لحتى نتابع. رح حاول ان شاء الله انه نتابع بشكل مستمر برمجة سويتش الـ 2960 بعدين 3560 لنحن نربطهم مع بعضهم ونحاول نعمل شبكة لشبكة تعليم التكنولوجية. بتمنى لكم التوفيق، أكيد الكل عنده امتحانات، بس حاولوا فترة الاستراحة ممكن تسمعوهم ما كتير طوال، ما رح يعطوكم وقت.